أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث عراقي. كثيرة هي المراتب اللي احتلها العراق منذ عام 2003 لحد الآن، في قوائم، طبعا قوائم دولية كثيرة أصدرتها منظمات وجهات رسمية ودول كثيرة تصدر سنويا مجموعة من القوائم أو نصف سنوي، والعراق يعني متواجد في هذه القوائم إلا في القوائم الجيدة. طبعا أنا أقصد القوائم السيئة. يعني منذ 20 سنة لحد الآن العراق يعني يحتل مرتبة متميزة في قائمة أكثر البلدان فشلا، في أكثر البلدان فسادا، في أكثر البلدان فوضى، في أسوأ البلدان، أسوأ مدينة، أكثر بلد انتهاك لحقوق الإنسان، أكثر بلد حتى بالمخدرات اللي كان ما يعرفها. لحد 2003 العراق خالي من المخدرات، بعدها صار واحد من البلدان الموزعة والراعية والمروج للمخدرات، وكذا أكثر البلدان فقرا وهو أغنى البلدان، يعني أقصد أكثر شعب فقرا وبؤسا، وهكذا القوائم كثيرة. واليوم هناك منظمة العالمية لمناهضة الفساد تراس، يعني تصدر تقريرها السنوي تحت عنوان مؤشر مخاطر الرشوة السنوي، وتضع العراق يعني في المرتبة 163 من بين 194 دولة، يعني ضمن 30 دولة الأكثر رشوة في العالم اللي تتعاطى بالرشوة حكوماتها ومؤسساتها، يعني في بالمرتبة 31 في قائمة أكثر الدول تعاطيا للرشوة. طبعا وأول دولة عربية بالمرتبة، يعني هذه أول دولة عربية في هذا الشأن. طبعا العراق خارج قوائم التصنيف التعليم، خارج قوائم الصحة العالمية، كل هذه القضايا، لكن في هذه القوائم هو يتبوأ هذا المركز. طبعا علينا أن نقول أنه هذا يعني هذا المرتبة أو هذا التصنيف اللي وضعت العراق به المنظمة العالمية لمناهضة الفساد تحت عنوان مؤشر مخاطر الرشوة السنوي، هذا لا يعني إلا تأكيد على حقيقة التعايش مع أهل العراق، وهي أن العراق منذ ما يقرب من 20 سنة في ظل سلطات جاءت بأثر الاحتلال ومع الاحتلال وخدمته، هي من أشاعت الفساد وأشاعت الرشوة، وهي حكومات ومؤسسات مرتشية في كل شيء وتريد أن تجعل من الرشوة والفساد ثقافة مجتمعية. هذه واحد من المخاطر الكبيرة. يعني العراق مثل ما تعرفون فيه يعني نسبة كبيرة من العاطلين. اتحاد نقابات العمال، رئيس اتحاد نقابات العمال يقول 15 مليون عاطل، يعني العمل عندنا فيه أكثر نسبة من الفقراء، 12 مليون تحت خط الفقر، به خدمات مفقودة. قبل أيام مطرت، يعني نزل المطر زخات بسيطة وإذا المدن كلها تغرق. طبعا ليس فيه خدمات صحية، ليس فيه خدمات تعليمية، التعليم منهار، وحتى التعيين الآن هو بالعودة إلى الرشوة، حتى التعيين الآن لا يمكن أن يتعين أي شخص، رغم أنه يعني هي محجوزة للأحزاب والقوى الحاكمة، لا يمكن أن يتعين إلا بأن يدفع رشوة كبيرة. هذا واقع الحال، ولا يمكن لمواطن أن ينجز معاملة رسمية ومن حقه أن ينجزها إلا بأن يدفع رشوة، مع أنه كل القوانين وكل كل الأمور وكل التعليمات تشير إلى أن هذه الخدمات تقدم مجانا، لكن أنت تدفع كثيرا، لم تدفع فلن تقدم لك، لن تحصل على هذه الخدمة، ومن ضمنها أمن حياتك، لأن هناك من يبتزون الناس بأمن حياتهم، وطبعا هي الميليشيات، وكثير من المدن تدفع الرشاوي والأتاوات لميليشيات لكي تبقى على يبقى الناس على قيد الحياة، لكي يمارسوا كثير منهم يعني يقاسمونهم رزقهم، رزق دخاكينهم، رزق مطاعمهم، رزق معاملهم الصغيرة، ورشاتهم، وليس معامل، لا توجد معامل.
مصالحهم، حتى البسطيات في الشوارع يشاركونهم فيها. يجب أن يدفع أتاوى لناس معينين، لأحزاب معينة، لقوى معينة، لكي يبقى في الشارع. هذا واقع الحال. وجنين بن لاسكارت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق في حاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن قبل فترة، يعني أكدت أن العراق أنه في العراق أن الفساد في العراق بات السمة الأساسية للحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 لحد الآن، وأن العراقيين فقدوا الثقة بأحزاب السلطة والعملية السياسية والدول المتحكمين بحياتهم وثرواتهم وثروات وطنهم. ولذلك الحديث عن أي إصلاح لا يمكن أن يصدق به من الشعب العراقي، لا يمكن أن يصدق به الشعب العراقي. حديث استعراضات وذهاب ورئيس وزراء جديد وحكومة جديدة لا يمكن أن يصدق، وهذه تمثيلية يعني، وأدوارها يلعبونها على أنفسهم. يعني إذا كان وهو هذا هدفهم أن يضللوا الشعب، فهم يعني في هذا الهدف غير متحقق، لأن الشعب لا يضلل، يعرف كذا. الفساد جوهري يتعلق ببنية النظام الحقيقية، لا يمكن أن يعني بنيوي، لأنه هذه الأحزاب وهذه التشكيلة وهذه العملية السياسية بنيت على هذا الأساس، وهم جاءوا لهذا الأساس، والكل يدفع لكي يأخذ هذا المنصب. الآن حتى المناصب العسكرية، حتى المناصب الكبرى تدفع أحزاب، تدفع لناس حتى تشتري وزارات كاملة. هذا وضع لا يمكن قبوله. فبالتالي أن يحتل العراق المرتبة 163 في مؤشر مخاطر الرشوة العالمي لعام 2022، وهذا اللي صدر طبعا يوم 20/11/2022، هذا يدل على أنه يعني لا يضيف شيء للعراقيين، العراقيين يعرفون، لكن يؤكد حقيقة أنه 20 سنة اللي مضت من حياة العراقيين هي عصيبة كارثية، فيها الكثير من الفساد، فيها الكثير من الخراب، والعراق من سيء إلى أسوأ. وأي حديث عن الإصلاح، عن التغيير، هي مجرد كذبة، مجرد لعبة لا يمكن قبولها ولا يمكن للشعب أن يقبلها. وقد هذه الحلقة قد انتهى، أترككم بخير أعزائي المشاهدين، وألتقيكم في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.